إنه أكثر ممثلي هوليوود غزارة في الإنتاج، وقام ببطولة ليس أقل من 5 أفلام عام 2011. مات ديمون في 40 من عمره يضفي على أي فيلم يظهر فيه قوة نجومية، وإلى جانب مهنته كممثل ديمون ناشط في مجالات عدة ووالد لأربعة أولاد من زوجته لوسيانا. فيلمه الأخير The Adjustment Bureau يمزج بين الحب وفلسفة الوجود في قالب من الخيال العلمي حول سيطرة قوى بيروقراطية على حياة الناس. الفكرة هي أن هناك مكتبا يراقب حياة الناس، وإذا انحرفت عن مسار حياتك ولو بشيء بسيط، مهمتهم أن يتدخلوا ويقوموا بتعديلات صغيرة من أجل إعادتك إلى السكة الصحيحة. بطل هذه السايكودراما التشويقية يجب أن يحارب قوى غير قادر على فهمها بالكامل، وهو دور يرتاح دائما إليه، وهو عادة لا يجد صعوبة في أي نوع من الأفلام، وينتقل بسلاسة من الكوميدي إلى التراجيدي إلى أفلام الحركة. أنا أرغب حقا بصناعة أفلام جيدة مهما كان هذا يعني. اليوم يضع ديمون عينه على دور لم تسنح له الفرصة للقيام به، وهو الوقوف خلف الكاميرا. لا أعتقد أن الناس يفكرون بي كمخرج، لكن أنا حقا أتطلع إلى القيام بذلك. فرصة ديمون للإخراج قد تتحقق من خلال نص فيلم ذا تريد الذي كتبه صديق طفولته بن أفليك، وكلاهما انطلقا نحو النجومية قبل 11 عاما عندما ظهرا سويا في فيلم جود ويل هانتينج.